صباح الخير، صباح التفاؤل والأمل، أحلى صباح على أحلى مشاهدين برنامج نص الدنيا. معاكم نانسي الشيمي على مدار ساعة، وعايزين النهاردة نتكلم في موضوع مهم جدا، وهو دور الأم في تشكيل نفسية ولادها. نفسية الولاد هي اللي بتكون شخص صالح، يبقى يفيد المجتمع ويفيد الناس ويبقى حد ليه دور وكيان في المجتمع. والنهاردة ضيفتنا الدكتورة نيفين السيد، دكتور علم نفس التربوي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، سعيده بوجودي معاكم. ربنا يخلي قناة حضرتك متميزه منورانا، وفريق العمل الجميل. ربنا يخلي حضرتك، حضرتك منورانا. منور حبيبتي. نفسيه ولادنا شيء مهم جدا جدا جدا، ويمكن اكتر هم بتبقى حطاه على عاتقها لكل ام ان هي تطلع شخص او فرد في المجتمع نفسيته سليمه. تمام. ليه حضرتك اخترتي اصلا المجال ده؟ هو الحقيقة علم النفس التربوي ده أحد فروع علم النفس العام. طبعا هو بيدرس العملية التعليمية، مدخلات ومخرجات من خلال مواد دراسية اللي بيتم للطالب دراستها طول العام الدراسي وطول مراحل الدراسة كلها. فأكيد خلال المرحلة الدراسية بتعترضوا بعض المشكلات الدراسية، زي التأخر الدراسي، التسرب الدراسي، التحصيل الدراسي. بتعترضوا بعض المشاكل النفسية زي التفاعل مع زملائه ومع المعلمين مع المادة الدراسية نفسها. فبالتالي بيجي بقى دور العلم النفسي التربوي ان هو بيظبط الطالب على مدار المراحل الدراسية كلها، وبنعالج المشكلات الاجتماعية والنفسية واهمها كمان الدراسية اللي بيلاقيها أكيد. خلال العملية الدراسية كلها. ده يمكن اكبر هم من هموم الامهات فعلا. طبعا طبعا. اللي هو طيب، بما ان حضرتك حد مختص، فازاي كأم اقدر ان انا اهتم بنفسية ولادي؟ والله تربية الأبناء ديت شيء مهم جدا طبعا، ودور أساسي أساسي لكل أم. أكيد. كانوا زمان بيقولوا تربية الأبناء دي زي غزل قطعة من الصوف. حضرتك تخيلي الصوف الأول بيبقى عبارة عن مجموعة خيوط مع بعضها، غزلها يدويا ده صعب جدا انك انت تطلعي قطعه صوف صالحه للاستخدام. اكيد. فتربيه الابناء دي زي غزل الصوف بالظبط. أيه. عايزه صبر جامد جدا بالظبط، وطوله بال جدا. اكيد. عايزه فن. وفي نفس الوقت نوع من انواع الاحتواء العاطفي والنفسي للابناء. ففي اسس طبعا لتربيه الابناء لازم اي ام واي اب يرعوها في تربيه ابنائهم. اكيد. هنجد ان مثلا اهم شيء ان نجد قدوة طيبة للام وللاب في تربية الابناء. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اكون ما بصليش واقول لابني صلي. صح. ما ينفعش ان انا اكون بكذب واقول لابني ما تكذبش. آه. هو هيشوفني بالشكل ده هيحس ان القدوة يعني انت بتنصحيني بحاجة ما بتعمليهاش. بالظبط كده. يبقى عندنا اول حاجة الصبر على تربية الابناء، رقم اتنين القدوة الطيبة في ان انا بربي ابني اكون الاول قدامه مثال صالح، رقم ثلاثة ان انا اكون عندي استعداد مبدئي ان انا ابتدي التربية من سن مبكر. يعني ما اجيش مثلا ابتدي تربية من 5 6 سنين، لا. أوكي. كل في مرحلة عمرية لها اسس تربية صالحة ليها. ده الطفل من هو سنة ممكن ابتدي اربي فيه حاجات معينة. أيوة. هتلاقي حضرتك مثلا الطفل هيبتدي يحبو. خلاص شوفي، تخيلي مثال الحبو، انا هعلمه ازاي يحبو صح. تخيلي يعني الجزئيه ديت، شوفي. أيوة. بقى الحبو ازاي في السن الصغيره دي. أيوة. انا هبتدي اعلمه يحبو صح. عايزه اعلم اولادي حاجات يعني صفات وجميله من بدايه، يعني بدايه التعلم، الاستعداد للتعلم واكتساب المهارات. اعلم الاطفال ازاي يكونوا صادقين مع نفسهم، اعلمهم ازاي يكونوا متعاونين مشاركين، يبتدوا ازاي يتعاونوا مع الام مع الاب مع الاخوات في البيت مع الزملاء. ده شيء جميل جدا. ازرع فيهم الاحساس بالاخرين. اكيد. اربي فيهم يعني اسلوب الاعتذار. يعني طب بمناسبه الاعتذار بقى، انا عندي سؤال. المعادله الصعبه لدى كل ام الا وهي الثواب والعقاب. تمام. ازاي اديله حاجه كويسه لما يبقى كويس، وايه المدى علشان يعني من الاخر الولد ما يبقاش حاسس ان ده حق مكتسب فيبقى فيه ثواب، ومدى العقاب وامتى اعاقبه ويبقى العقاب ما يبقاش قسوه. تمام. هو اولا بدايه في الجزئيه دي لازم كل ام واب يكونوا مقتنعين ان العنف ليس وسيله للتربيه.
أكيد. والمقصود بالعنف هنا العنف الاوفر، يعني انا مش هقول بقى ان انا معاقب طفلي يبقى انا غلط، لا، هو كل التصرف لازم له يبقى في رد عقاب. فعل تمام ملائم له، تمام فلازم استبعد خالص العنف في التعامل مع الاطفال. هنيجي في جزئيه مهمه، ان انا الثواب والعقاب ده هو اسلوب تربوي سليم جدا، انا حتى بتبعه مع مش كمان اطفال، احنا بنتعامل مع بعض ككبار احيانا بمبدا الثواب، بمعنى اللي بيزعلني بحاول ان انا اتجنبه كنوع من وسيله او وسيله من وسائل العقاب، اللي بيحبني ببادله المشاعر الطيبه كنوع من انواع الثواب. بالظبط. فهو برضو بتبع كده مع ابني، هو لما بيغلط في تصرف من التصرفات انا بوجهه الاول، دي اول مرحله من مراحل الاثابه او العقاب. لو هعاقب مثلا يبقى انا دلوقتي بوجهه بلفت نظره ان التصرف ده غير ملائم، تمام. وطبعا احكي له قصه، احكي له مثلا موقف مثلا استدل عليه بحديث شريف بآية قرآنية. طبعا السن اللي بيبتدي فيه الطفل كنت يبقى لسه هقول متعلم. لحضرتك ده بيتهيألي للسن الصغير. طب سؤال بالنسبة للسن الأكبر شوية، وهو أكتر سن تقريبا يعني بيسبب للأمهات مشكلة نفسية، اللي هو سن المراهقة، تمام. الثواب والعقاب عنده مشكلة إزاي؟ تمام. إزاي أعاقب شاب طولي بس هو لسه ستيل طفل، في نفس الوقت هو عنده إحساس إن لا ما ينفعش إن أنا أتعاقب، أو هي ما عندهاش إحساس يعني خلاص أنا كبرت بس، فإزاي الأم تتعامل مع نفسية الطفل أو الطفلة في سن المراهقة؟ كل سن له وسيلة أو طريقة معينة للعقاب. بالنسبة للسن اللي بتتكلمي فيه اللي هو سن المراهقة ده، أنا هشوف إيه الحاجة اللي هي بتمثل له أهمية قوي قوي. في ناس مثلا، في أبناء تبص تلاقيهم بيتعلقوا قوي بالمروح النادي، مثلا خلاص يبقى ديت أنا همنعه إن هو يروح من النادي كام يوم، وأعرفه إن هو ده وسيلة عقاب، يعني عقاب لك ده على اللي العقاب أنت عملته كذا كذا ده كذا. العقاب. في ناس أو في أبناء بيتعلقوا جدا بوسائل التكنولوجيا الميديا الجديدة، أكيد. بلاي طبعا ستيشن بقى. طبعا يعني يعني إيه برضو هقدر إن أنا أمنعه عنهم شوية، إن أنا يعني الحاجة اللي هو بيحبها وله تعلق بيها أنا هبتدي أمنعه عنها واعرفه ان هي ديت ان وسيله من ده وسائل هو ده العقاب. مثلا كان بيحب ديليفري معين وعايز يعني لا مش هجيبه لك، يعني ايوه انا اشوف الجزء اللي هو متعلق بيه وبيحبه، وهي دي وسيله من وسائل الضغط عليه، يعني يعني ان مثلا من غير ما نفسيته تتعب، وان من غير عنف، بالظبط ومن غير ما نبقى من نوع برضو من بنشجعني. الصداقه، يعني انا ايوه عايزه يعني بالاتفاق، يعني بالاتفاق نظرا لان بالظبط التصرف ده كده، كان غير لان ما عادش مقبول الجيل انا. ده هينفع معاه بالظبط. طب جيل الجيل ده العنف بتاع مسكين بجد، نعم. الجيل ده مسكين بجد. ايه اكتر المشاكل اللي واجهت حضرتك يعني، او امهات قالتها لحضرتك بالذات من بعد الكورونا؟ اولا الكورونا دي طبعا خلت الناس يقعدوا مع بعض فتره طويله في البيت وجها عرفنا على لوجه. بعض. وسائل ان الناس تروح عن نفسها كانت شبه معدومه، وسائل التواصل الاجتماعي برضو فيس تو فيس كانت كده، فكان كله صابب على الميديا وصابب على التي في. بالظبط. فطبعا كل اشتكى قوي من التركيز قوي قوي على الموبايل، ان هو بقى جزء لا يتجزأ من اليوم. الكل اشتكى ان زي ما تقولي كده الانفرادية، يعني كل واحد كان زي ما يكون عايش لوحده داخل البيت بالموبايل. طبعا. برضو ولدت نوع من انواع العدوانيه، يعني من كتر ما الكبت والضغط النفسي والاخبار اللي احنا بنسمعها وفلانه توفى اوف. فلان، طبعا عملت حاله من الذعر، والذعر مع الكبت بيولد نوع من انواع العنف بين افراد الاسره وبعضها. الام بتبقى غصب عنها عايزه تحتوي الموقف، وهي كمان مضغوطه وخايفه عليهم وحامله همهم. بالظبط. يعني الاب محتوي الاسره دي بيبقى كلها، بالظبط قلقان على فتحس الكل. ان كل كان بفتره متخبط مع بعضه بسبب الكورونا. برضو عملت نوع من انواع يعني زي ما تقولي الكسل، يعني مع طبعا ما كانش فيه بالظبط.
اي دلوقتي انشطه انا خالص. حاسه ان الاطفال اللي في المدارس عندهم رفض لمروح المدرسه، لان هم شايفين ان احنا الاجازه، بالظبط، تعود حاسين تعود بالظبط، على هم حاسين على ان ان احنا في هو اجازه. بقى ينام براحته ويقوم براحته. طب حتى التساهل شويه، طب بس الازمه دي تعدي، طب احنا بس نفوت اليومين دولت، طب نفوت الشهرين دولت، بكره بالظبط. كده يعني. اه فعملت نوع من انواع التكاسل او عدم الجديه كمان، يعني عملت نوع من انواع الاستهتار. طب الأم القلوقة أو الأم اللي عندها خوف على أولادها بصورة مرضية دي، يعني هي المشكلة إن الولاد بيطلعوا فعلا نفسيتهم تعبانة، يعني يا إما بيطلع غير مسؤول لأن أمه من كتر ما هي خايفة عليه جدا تبقى قافلة عليه، ما يتحركش، ما تروحش، ما تجيش، أو بيطلع إن هو قلوق جدا ومتوتر طول الوقت لأنه خايف على زعل مامته. أو المفروض يعني نعمل إيه عشان نعالج الحالة المرضية للأم اللي هي خايفة قوي دي؟ والله هي طبعا الخوف الزايد عن اللزوم ده يعتبر نوع من انواع المرض النفسي، بس هي هنلاقي ان الامهات برضو معذوره. ما هي دي الفكرة. احنا مضغوطين بحاجات كتيره حوالينا، سيبك ان البيت احنا حاكمينه وظابطينه، يعني سيبك ان هما تحت عينينا، هي كل دايما الخوف والقلق من بره البيت، بالظبط. اصدقاء السوق، ميديا، انا ما اعرفش ممكن يكونوا بيشوفوا ايه مع بعض، يعني المتغيرات الخارجية هي اللي مخلية الأم تبقى عندها قلق زيادة بالظبط عن اللازم. بالظبط. انا شايفه ان الام بتبقى شايفه ان ولادها دلوقتي وهما خارجين من البيت رايحين المدرسه او رايحين كانهم يعني انا مودياهم يجاهدوا، انا أي خايفه يعني يا ترى هترجع لي بايه مشاكل، سواء مشاكل يعني لا قدر الله كورونا او مشاكل بقى خناق او حاجات في المدرسه او حاجات في النادي او حاجات نفسيه، لان الولاد فعلا الموضوع بقى صعب، يعني تربيه الولاد ما بقاش سهل يمكن زي الاول، او الاجيال بقت اصعب. تمام. هي طبعا فنعمل خير الامور ايه؟ الوسط. يعني هي نعمل ايه اولا يعني انا ما بقاش قلقانه قوي، وفي نفس الوقت برضو ما بقاش متساهله قوي او سي او شايله الموضوع من دماغي، يعني لا طبعا. ايوه انا كان دايما يقول زمان ايه، ربي صحي في البيت والتربيه الصحي في البيت ديت هتبقى درع يعني واقي جدا لاي متغيرات بره. في مقابل بقى في الزمن الجديد ده، طبعا لان انا مش عارفه ايه في بره هشوفه، بالظبط. يبقى جه دور الاحتواء، الاحتواء الاحتواء ما بين الام واولادها، وفي نفس الوقت الاستماع، الانصات، انا ما بقاش بعيد عنهم، ما بقاش في وادي هم في وادي، لا انا اخصص جزء من اليوم استمع فيه لاولادي، خلي بيني وبينهم علاقه خاصه، انت ساعه ما تحسي باي حاجه تعالي احكي لي هتلاقيني سامعاكي. انا ممكن في توقيت معين كده بحدد ساعه معينه مثلا يوميا، حتى لو انا ورايا ايه، هم برضو الجانب الاهم الوقت في الحياه، بالظبط. انا ادخل اوضتها، هي الاخبار ايه النهارده، عايزه يبقى فيه حوار ما بين الام واولادها، ووعد منها انها تبقى سفنجه تمام. هتمتص، يعني ايوه مش هتبقى صاروخ مثلا، يعني ايوه لا انا سفنجه همتص بينكم كل حاجه وهنناقشها مع بعض، وتنزل لمستواهم وتحتويهم. ايوه وفي نفس الوقت هي برضو بتاخدهم نوع بتديهم نوع من الايه، الثقه بالنفس، أكيد. وتعرض عليهم مشكلات مشابهه. يعني انا مثلا سي حلو قوي. انا لقيت بنتي بتحكي لي مشكله، خلاص هسمع لها هسمع لها هسمع لها ما هاجمهاش. وما هاجمهاش، وفي نفس الوقت استنى شويه ما ردش عليها في يعني في الوقت الحالي، عايزه اعالج لها المشكله دي، اضرب لها مثال مشابه، أكيد. انا سمعت ان كان في كذا 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 كذا، وبشكل اخر بشكل مختلف، هي ساعتها تقولي اه يا ماما تعمل كذا كذا هترتاح اكتر. بالظبط. طب دكتور نيفين في نهايه فقرتنا انا عايزه سؤال اخير، نصيحه للامهات يتعاملوا مع اولادهم ازاي علشان نفضل نحافظ على نفسيه سليمه لاولادنا. الاحتواء، الاحتواء، الحنيه، الامتصاص، طوله البال، القدوه يا رب. الطيبه، الاقتناع التام، الاقتناع التام ان العنف مع الجيل ده اكيد مش هيجيب نتيجه، لان احنا يعني بنواجه ميديا غريبه جدا، اكيد. يعني مش عايزينها ايه
تبوظ علاقتنا بأولادنا تبوظ نفسيته تبوظ الشرقية الجميلة اللي جوانا والتراث الجميل اللي كان جوانا ومتحوش جوانا يا ويا رب أجيالنا تطلع متميزة وموفقة في حياتها. يا رب يا رب. دكتور نبيل حضرتك نورتينا وفي نهاية فقرتنا بجد نتمنى أن يا رب دايما نفسية أولادنا تبقى في أحسن حال، وهنطلع فاصل قصير استنونا مع برنامج نص الدنيا.